الإمام الحسين عليه السلام. أخويا أخويا هذا ابنك الزهير يسلم عليك ودز لك الشهادة مالته. يقول ناجح. يقول ناجح والله وسلمني على أبوي. قلت له طلعت الأول مثل ما يريد. مثل ما هو استشهد ويدافع عن الوطن. أنا انتقلت 100% على مود أضحي من أجل الوطن. من بعدك ورد شي طلبك الموت يل بعدك ورد شي طلبك الموت عليك ينحب التابوت صدق رايي هنيئا هنيئا لكم الشهادة يا مناط الفخر هنيئا لكم الشهادة يا مناط الفخر يا شهداء الأبرار هنيئا لكم الشهادة أبو للبيع أنا اشتري يا ناس يا عالم من عند أبو للبيع أبو أرجوك عندك أبو للبيع أنا يتيم أنا حاصل علي الربع محتاج حنان محتاج واحد يقول لي وليدي وليدي نجحت ما عندي ما عندي أبو أم الطري أم الطري أيوة السماء واسقي واسقي قبر أبي التي مات وجعا مات أبي مات أبي
شلت كل مرة تنتظرني من أتأخر من البيت، بس اليوم أنا انتظرك، أنا انتظرك يا أجمل شيء في حياتي. حتى أنت، حتى أنت أيها المغوار الباسل، يا من، يا من كنت تدافع عن الوطن، كنت مقاتلا شجاعا، لماذا قتلوك؟ لأنك دافعت عن الوطن. إيه طبعا يدافع عن الوطن يقتلوك. أنا إليكم والله مش داري. الله مو وصلك كتابة على اليوتيوب، الله مو وصلك كتابة على اليوتيوب، ليش ما تمشي بكلام النزلة؟ الله لو كل عمرك تصلي وتصوم، الله لو كل عمرك تصلي وتصوم تكعبات أصل هذا ما توكل. أعكس الآية عليك وانت شوف، هذا لو أنك مجال تنين جد مدرسته ولأن ما عنده توبة وصل الأستاذ أن ما سجله. فعلا انت خير باي مؤسسة
حسونا بالامان طلعونا هواي اشياء ورب يوفقكم راح كل احلامك مكتوب بس انت باقى صح ابهاتنا استشهدوا من اجل الوطن صح قوتنا راحوا من اجل الوطن ما دامك المؤسسه راح ترعانا فاحنا راح نقدم الشهيد القادم وهذا الجند القادم للعراقي عطاء المستقبل